هذا هذا الحولي هذا شدو الديه حلف الله ها هو مول الفيرما قال لك فلاش جيتيه حيت حيت نهار وما طار خوتو هو كيقابل الحوت فعلا مرته خوتو واحد ربعيه انا خفت تكون فيه كورونا باش دي الوسواس انا خاطرين انا خويا كمال قال لي الا بقيت هكا دقيقه انا نعطيه يعطيني 100 درهم الا طحت نعطيه 100 درهم واش هذا سير شد الكورونا هو ايش الكورونا كورونا هو يلا سير واحد جوج ثلاثه أرى شوف كورونا حط وحط واش عندك 100 درهم هنا ولا في البنكة؟ تسلف عليا حنا واسلف عليا واش ما قاد على شي حاجة ما ديرها حط داك الشيء تماك هاكاك صافي سير الله شحال درت دابا؟ الله 19 ثانية 20 ثانية معاذ فكر في 100 درهم 100 درهم شحال من والسيمانة ديال لدند وليدي والسيمانة ديال لدند هذاك كمال ضرب تراب كمال ضرب تراب وليدي كمال ضرب كمال كمال زيدوا دقيقة ونص 200 درهم هاي 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 56 57 200 درهم هي هذيك جوج حلال طيب ايوا حلال طيب صحتك والله الا بصح والله الا عزوه خليها زين عزوه ديك الهضره كون بها شي واحد اخر خليتها شوفك يما تلصقت تقشيرها كي غيحيد الله اعلم الله يجابي شحال زوينه تعشى فابور من الفوق تربح 100 درهم فابور انه رزق الله تعالى وحال سكواد ابو حال سكواد صافي يا وليدي ابو عاش صباح الخير والله الا فايق لقيت راسي فين اذا وتفت فين هنا فين هنا 44 هو راه شوف لا 44 هي 44 شوف واحد المنظر طبيعي والله تيعجبكم لاك 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 ماك 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 اي اش كيف هذا اش كيف هذا الزكري الزكري الوليد كيف الحال فين حنا دابا احنا دابا في هوارة في 44 44 ولاد تيمه وري لهم عند قهوه ديال مسعود حنا دابا عندنا دابا لي بروف باننا راه كاينين في هوارة وريهم لا 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 حلي هذا حلي هذا الوليد حلي هذا ها هما لا 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 ديال عند مسعود يا سلام انتم الاخوان احسن فطور في 44 يا سلام صحتك وليدي 44 الله يحفظك صحتكم الدراري بصحتكم عند مسعود عند مسعود هو ديال مسعود مرحبا فوق ديال الخميس الله يحفظكم الوليد الوليد الله يرحم ليك وليدي الا برجع النور ما عندك صحه ديال الحواله وشويه ملحك صاحبي قولها لي انا اش بيتي اختار اختار هذا شديه هذا هذا ها هو هاك يلا جرب يلا عبر ها انت عبر مع راسك هو سنا الحليب ولا سنا اللبن سير شد لحولي سير شد يلا وين جيب السنيه والله لا تني هذا تني تني واش تمريض صافي ديه تني تني يلا ديه ديه يلا ما عرفتي ما بغيتيش تعرف شحال الثمن شحال الثمن 130 درهم سير اوف اوف هذا هذا الحولي هذا شدو الديه حلف الله ها هو مول الفيرما قال لك سير يلا شدو فلاش جيتيه حيت حيت يلا سير فلاش جيتيه انت ايه زعما مطمر والله هاي كيدار يلا زيد والله علاش جديدي
ها هو باين بين اللور و الكبير. ها هو سير ليه باش تصوروا مزيان. سير ليه باش تصوروا الزويا. الزو فوق دارك. نقز ليه يا صاحبي نقز ليه ونقز ليه نقز مالو المعلم وبدانا شي حاول يكون دا ياكل طاكوس. ما كاينش صحابك راه هنا طاكوس تاع توحشنا كاع. انا بيت طاكوس ما كاين دا ياكل طاكوس راه ما كاينش. كاين كاين راه فين هو البارح هاد الوقت كنت قلت لكم غنمشي غنجري ولكن صدقات جات واحد الوليمه قلت بالناقص انا الحاجه الوحيده اللي تخلينا ما نديرش السبور هي شي وليمه الصراحه نقولها لكم من هنا دابا غنلبس السبرتيله غنمشي نضربها شي شريه مزيانه مزيانه على بركه الله الاخوان نضرب واحد الجريه اللي تكون مزيانه ونشوفكم العشاء ان شاء الله. بيس احنا جرينا دوشنا دابا جينا ناكلوا شي حاجه والله الاخوان الا بديت في الريجيم اليوم تاكد بلي راه بديت في الريجيم علاش حيت بامكاني ناخذ شي طاكو شي حاجه كتشبع ولكن خديت شلاضه صغيره هادشي اللي كاين شلاضه ديال 260 ناكلها في لاكوت ما هذا معاد مساء الخير اليوم جينا شوف من الاخر جا معاذ كيتسنى الديفيني لا عمر بحر باش يخصو السلام عليكم. اش قال لنا هذاك لي زانك لي شاغونياغ عطينا هما لي شاغونياغ هما هذوك الحيوانات اللي كياكلوا الجيفه الحيوانات المقتاده ها واحد منهم صدر شي 40 صباح دير لي صور ذا الديفين هو هذا والله خوتي لا قهرني من الرجيم والله العظيم صعب بالبلجن والله لا صعب خوت الحاجه اللي انا نادرا فاش كنتعصب ياك ولكن الحاجه اللي كتعصبني دابا مثلا تجلات لي شي حاجه واصلا انا حطها في واحد البلاصه في الدار فهمتي واحد الحاجه حطيتيها انت هنا بحال مثلا دابا غادي نمشي نجري خصني لي زياش حاطهم هنا ما لقيتهمش والله جي مينير اينا واش الاخوان عزالين واحد الجريه انكرويال اش بان لكم الاخوان هذا اخويا هذا السلام هادي شوف كاين الجريه زيد على 109 كيلومتر صباح النور عليكم غبرنا عليكم الخوت واخيرا بعد واحد القضيه ولا عندنا واحد الباك جراوند باش نبقاو نصوروا لكم فيديوهات انتما كيف ما كتشوفوا الاكواريوم الخوت هكا الاكواريوم جاب عليا خالد شوف قول لهم دابا يزيدوا عام في الحجر الصحي يزيدوا فيه غير عام عام كاع دابا عام يزيدوا فيه نهار وما طار الخوت وهو كيقابل الحوت ما عرفتش واش مقابلوا لي ولاد ولا شنو مقابل الحوت منين كيبيض دابا هذاك هذاك تبع عادي إيه؟ ما عرفوش هذا ذكر ولا البنت ايوا انت شكون ما خصك شكون تبع شكون اللي تبعو المعلومات المعلومات على الحمار ولا نفس المعلومات ديالي ولا يوا شوف هذيك واش ذكر ولا البنت ما عرفتش تبع علم واجبدها وقلبها صاحبي وي يا صاحبي وي جبدها انا صاحبي بالنسبه للناس اللي عقلوا على اخر ستوري درت ليهم درت لكم الخوت هو انني قلت لكم بانني راه مرضت وفعلا مرضت الخوت واحد ربعي انا خفت تكون فيه كورونا وهي قال كورونا ما فيه والو ماشي كورونا لا ماشي كورونا هي السل هذاك يا الله مو دي كورونا ولا السول يبقى ما دي يا ربي السلامه المهم راه دوز اليوم راه سيفط ليه الزينه ديال الدواء واه صبر هو قولوا اليوم بعدا كاين هاد 3 ايام كيعشناها الخوت والله العظيم الا 3 ايام دازت عليا بحال الزفت ما كنشوفش النعاس الخوت الا تفبرات معايا الكحه كتخليني نعس حتى للربعة الصباح وكتفيقني فالخوت طلع ليا الدم تعنكشت فايت شريت واحد السيروم ما دار ليا والو وهاد الصباح هذا مشيت عند الطبيب وخرج ليا 4 ديال الدوايات الحمد لله دابا راه نتبعهم وما يكون دابا غير الخير الحمد لله راه شوف قال ليا دابا بعد دوك الدواء ان شاء الله ما يكون غير الخير ان شاء الله تبارك الله عليكم الواليد بعدا راه تذكرى عرفتي راه كيشوف لي كنقعد الكاس ديالو ما نشرب فيه انا الكاس ديالك بوحدك يا اوا غير البارح اللي درت العصير وشربتي من الكاس ديالي اي ولكن انا ما عرفت سميتو ونوضه ونوضه ولا بلك دي الوسوسه انا والله بلك العصير ديال الافوكادو انت لا انت لا 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 انت يخرجوا لك عينيك لا هذاك الشيء اللي سكنت ملي مشينا للهوارة وقيله ديك الريحه ديال الغلم لا لا الخوت السبب هو فاش مشينا للهوارة كان الحال سخون الخوت فاش طلعت للطوموبيل كنت عرقان قلت الدري صاحبي موعد قلت له ودي حل الكليماتيزور ديال الطوموبيل حلها مع الطوموبيل مجهده الكليماتيزور ديالها طلع لي داكشي معاه هنا فتجرحت لي القرجوته ديالي وبديت كنكحك وحتى الريحه ديال الغلم ديال الغلب ويا الريحه ديال الغلم بالعكس انا كيعجبني داك الروض ديالهم الريحه ديالهم زوينه كتعجبني وكتربي المناعه واش تخدم في الكوري
دابا غير لي دابا هلاك الموبيل نتاعي ان شاء الله. الفيديو الجاي اللي غادي نديرو في لاشين يوتيوب ما غاديش نديروه في الدار, غادي نديروه برا الدار. علاش؟ حيت اصلا نرفعوا الحجر الصحي وغادي نمشيو غير لابلاج. لابلاج دابا انت اقترح اين بلاج بغيتي انت تمشي لي؟ واش 25 ولا ايبودان ولا لابلاج ديال كادير؟ وهي لابلاج ديال كادير. غنديك انا واحد لابلاج وين كاين تيتيز صاحبي تما وداك الشيء. يا واه تسقيو عينينا الله يهديك. الله يرحب بها والدينا. يلا زيد زيد فين غنمشيو؟ الوالده كتشوف السطوريات. لا لا صافي حيد داك الشيء. نحيد مسحوم 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 صافي. كون غادي نعاودو واحد القضيه الخوت دخلت لي الشك. شنو هي القضيه هذه؟ حيت دابا انا مع ضرب داك التراجي ديال 120 كيلومتر. ياوا 109 الكيلومتر فهمتي. بنادم ضربني بالعين داك الشيء. علاش انا قلت زعما كاين من الاحسن بقاش بارطاجي مع الناس داك الشيء حيت راه 109 الكيلومتر. عيقتيني بهذيك 109 الكيلومتر مصطفى الجاري كيضرب المغرب كله. اشنو يا صاحبي واجي راه 109 الكيلومتر هذيك صاحبي. راه 109 مصطفى الجاري يضرب. والله يهديك الواليد الله يهديك. خصك تعترف بالمواهب المناءه اللي قلتها الواليد الله يهديك.